صباح الخير. اهلا اهلا يوسف بيك، تفضل. صباح العسل يا جو. ايه يا خالد، ايه صباح العسل يا جو؟ وعمال اقول لك صفقات اسطوريه وسيجار كوبي، تحسسني كده انك قاعد بتتكلم في قهوه على باب 14 في كوبرك. ايه يا ابني، خليك على قد الوضع الجديد. ماشي يا اكسلانس. او كده. طيب اسيبكم بقى عشان تقعدوا مع بعض شويه. خالد، انا عايزك، ممكن تستناني؟ ماشي يا عسل. عسل تاني يا خالد؟ عسل. معلش انا اسف، انا قصدي يعني ماشي يا برنس. ماشي يا مونبيه. مبروك يا بابا. الله يبارك فيك يا حبيبي. عرفت ازاي؟ سيلينا قالت لي. سيلينا زمان ابوها مولع الدنيا معاها، راجل غبي مدخل بنته في صراعات ملهاش اي دعوه بيها. بصراحه بابا هي صعبان عليا قوي، مش قادره تاخد قرار في حياتها. تصور يا بابا، خد منها الباسبور وخباه. ليه؟ هو متخيل يعني انها ممكن تهرب وتسيبه؟ ده اللي في دماغه يا اخي. انا حكم على حد ما يطلعش غلط ابدا. شوف، بنته الوحيده، بنته الوحيده، ومش عارف ممكن تعمل ايه وما تعملش ايه. خد بالك من نفسك، ولازم تهتم بمستقبلك زي ما قلت لك قبل كده، فاهم؟ الو، يا ابو الشوق. يوسف، عايزك قبل ما تمشي. اللي انت بتقوله ده خطر يا يوسف. هتساعدني ولا لا؟ يا سيدي اساعدك بعناية، بس انت لازم توزن الامور، لازم كمان ابوك يعرف. حاولت اجس نبضه لكن لقيته هيرفض. ما دام هيرفض يبقى ما تعملش. اعملش ليه؟ هو انا صغير؟ مش فكره صغير، فكره ايه بس؟ ممكن اخد بعضي وانزل الداون تاون وادور على الناس اللي ممكن تضرب باسبورتات، وهلاقيهم وانا عارف هلاقيهم ازاي. هخليهم يعملوا لي باسبور جديد. لكن انا لقيتك قريب مني في السن وهتفهمني يا خالد. وغير كده وكده انا بستجدعك وبحبك. انا حاسس يا خالد ان انت اخويا اللي بعتولي القدر. والنبي بلاش الكلام الجامد ده، لحسن انا دبعتي قريبه. ابوك يفهمني يا خالد، انا بحبها وهي كمان بتحبني. وبعدين انا هاخدها واروح امريكا، ده انا هاخدها وننزل على مصر عند عمتي، هنتجوز هناك. صدقني ساعتها الامور هتهدى بين ابوها وبين ابويا، هنبقى نسايب. ممكن الجوازه دي تكون مصلحه يا خالد. والله يا يوسف ما عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه، ساعدني ومش هتندم. ربنا يسهل الامور، بس انت عارف الموضوع ده عشان يتم لازم يحصل فيه حاجات. عارف هيكلف فلوس كتير. انا جاهز يا عم. فلوس ايه وبتاع؟ انت كمان، انا خير ابوك ما غرقني من ساس الراسي. طيب امال ايه المشكله بقى؟ الموضوع ده عشان يتم صح لازم ياخد وقت. ابوها ايده طايله واحنا مش قده. عارف يعني ايه ايده طايله؟ مش مشكله، ياخد الوقت اللي ياخده، المهم احنا كده اتفقنا. اتفقنا. ايه ده؟ تتفقوا عليا ولا ايه؟ لا، نتفق عليك ازاي يا بابا؟ هو انت حد يقدر يتفق عليك يا باشا؟ كني انا بالكلمتين دول. ده انا بابا يا بابا. يا خالد. لا ابدا يا باشا، كل الحكايه ان في بلد بعيده شويه على الجبل يوسف عايز يروح يصور فيها، وكان عايزنا نظبطه هناك. قول لي كده يا اخي.